راشد المكتوم من خلال هذا الميدان وتحويله إلى الميدان الذكي أيضا، ومشاركة من كافة الجهات للتفاعل في هذا الحدث الرياضي الكبير، سباقات الهجن العربية الأصيلة. فإننا نعلن بناء عن أمر الكريم من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله عن تنظيم جائزة حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الدولية للتصوير الضوئي، مسابقة أجمل صورة ولكن في ميدان المرموم لسباقات الهجن، إضافة جديدة أيضا لدعم هذا الميدان الذكي في هذا العام، بالإضافة إلى رصد جوائز قيمة للفائزين الثلاثة بالمراكز الأولى. المركز الأول 150,000 درهم بالإضافة إلى سيارة لكزس، المركز الثاني سيكون حاصلا على 100,000 درهم وسيارة لاند كروزر، المركز الثالث سيكون 50,000 درهم وسيارة نيسان. شكرا سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظك الله على كل هذا الدعم، ومرحبا بعشاق التصوير ولكن لنقل الصورة المميزة عن هذا الميدان الذكي ميدان المرموم من خلال هذه المسابقة المميزة. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين، ننطلق من انطلاقات الخير والبركة وأيام التكريم، ننطلق في هذا الشوط الذي يحمل في طياته الأسماء القوية والأسماء الرنانة لتتواصلوا بنادق المرموم التي تنطلق في هذا المهرجان، في مهرجان المرموم التراثي عام 2014، لتعلن البندقية الذهبية الخاصة بسن الإجلاع. لنبدأ مع حضراتكم في شوط القعدان المفتوح لنتعرف على المراكز الأولى، لننطلق مع الحنيش من يحتل المركز الأول، إغلام بن موسى بن أحمد البلوشي من يتقدم مع أول المراكز ويحتل المركز الأول. المركز الثاني، النقلة إلى المركز الثاني في هذه اللحظات، ليتقدم جزيل في هذه اللحظات، ليتقدم الشاعر، ليتقدم القريسي مع جزيل، ليقدم لي هذا الاسم الجميل حمد بن علي بن حمد القريسي المري مع المركز الثاني. المركز الثالث في هذه اللحظات القادم أيضا السردال، السردال أيضا يتقدم، ويتقدم أيضا القريسي، يتقدم حمد بن علي بن حمد القريسي المري ليحاور نفسه في هذا المساء، في هذه الأمسية الشعرية يا القريسي، أيضا يتقدم وينطلق في هذه اللحظات. امسكت المتقدم، امسكت المنطلق، امسكت بشعاره، امسكت بأدائه، امسكت بتاريخ كبير لمالك هذا الشعار حمد بن ضعيف بن حمد بن غدير الاكتبي، يتقدم وينطلق من المركز الرابع إلى المركز الثاني، بينما المركز الخامس القادم المزعج في هذه اللحظات مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين يقدم لنا المزعج ويقدم مضمره أيضا المزعج، المزعج يرافق المزعج، يزعجنا من هذا المزعج عتيق بن حمد بن قريع المري يتقدم في هذه اللحظات بإزعاج كامل من المضمر ومن هذا القعود الذي سموه المزعج. هكذا متابعين الكرام الإزعاج وسفاح الشمري يبدأ بالتصوير ولكن عبر الجوال. أتمنى لك التوفيق يا أبو فارس، وأتمنى لك الجائزة، صورة جميلة يبدأها سفاح الشمري لسيدي سمو
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هكذا متابعين الكرام نعلن النداء للمراكز الأولى ونعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. من المسيطر؟ ما زال البلوشي ما زال مع المركز الأول، ما زال هو المسيطر مع مقدمة الشوط. الحنيش الله الله يا الحنيش مع المركز الأول. إغلام بن موسى بن أحمد البلوشي، إغلام يا غلام، ما زال المسيطر، ما زال المتحكم بزمام الأمور. المركز الثاني، النقلة إلى المركز الثاني، الاسم القادم السردال ينطلق مع المركز الثاني. القريسي يتقدم، القريسي يتحرك، القريسي بدأ يرتب الأبيات، أبيات لهذا الشوط، أبيات من أجل البندقية. يلا يا القريسي، الشاعر حمد بن علي بن حمد القريسي المري. المركز الثاني القادم في هذه اللحظات وأول نداء، هذا شعاري بن طحنون المري يتقدم، محمد بن طحنون بن جابر المري يقدم لنا المتحد مع المركز الثاني. المركز الثالث مسكت مع المركز الثالث، يتقدم مسكت، يبي يسكتهم، يبي يسكتهم، يبي يطمنهم بأن البندقية تتجه بإذن الله تعالى إلى رجال مرغم. ويتقدم حمد بن ضعيف بن حمد بن غدير الاكتبي، القريسي يبي له متابعة، بدأ يخطط، بدأ يرتب الأبيات، قدم هنالك شعار مع السردال، وها هو يقدم لنا جزيل مع المركز الرابع التي تربطني بهذا الاسم علاقة حميمة وتاريخ وماضي جميل. هكذا يتقدم جزيل، بينما المركز الخامس القادم مزعج، مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، وبدأ بالإزعاج. عتيق بن قريع المري بدأ يتحرك، بدأ بإزعاج المضمرين، ولكن أعود 1200 1200 يا القريسي يا الشاعر يا حمد يا بن علي، يا القريسي يا المري، روح مع السردال، روح مع السردال، حرك السردال، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير. وعتيق بن حمد بن قريع المري المزعج 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 بدأ يتحرك ويقدم المزعج، ولكن جزيل، إنه جزيل بالشعار الجميل قادم بكل قوة، ولكن عتيق بن قريع المري ما زال مع شعار مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، ينقل السلامات إلى الأشقاء في دولة قطر وميدان الشحانية بالتحديد. وجزيل مع المركز الثاني، بن طحنون مع المركز الثالث، ولكن المزعج المزعج ما زال، ما زال المزعج مع المركز الأول. أزعجهم 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 المزعج مع المزعج. عتيق بن حمد بن قريع المري يقدم المزعج، وهو مزعج بحد ذاته، مزعج بحد ذاته مع مبارك بن محمد بن زايد الخيارين. مالكي مزعج، مالكي مزعج، والمزعج المضمر عتيق بن قريع أزعجنا، هو ما شال البندق للحين للحين، ولكن البندق تنتظر تنتظر. وأيضا أحد أبنائه، أحد أبناء علي، هذا مزعج 2014، مزعج 2014، يتقدم المزعج مع المزعج ومع المزعج. تهانينا المبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين على الفوز وانتزاع البندقية. تهانينا العتيق بن قريع المر المركز الثاني، جزيل مع المركز الثاني، الشاعر حمد بن علي القريسي، والمركز الثالث مسكت حمد بن ضعيف بن حمد الغدير الاكتبي. المركز الرابع وصل شاهين أم المتحد مع محمد بن طحنون بن جابر المري. وخامس المراكز وصل السردال حمد بن علي بن حمد القريسي المري. إذن متابعينا الكرام في كل مكان، تهانينا لجميع الفائزين، وتهانينا لعتيق
بن حمد بن قريع المري على فوزي المزعج وهو مضمر المزعج. وتانينا المبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين مالك المزعج على هذا الفوز الجميل والمستحق. والتاني ايضا موصول لك يا ابو حمود يا فالح على ازعاج المزعج في هذا المساء. نحن بانتظار التوقيت الزمني وهني كل الفائزين. ايضا من قدم السردال وجزيل الشاعر حمد بن علي القريس المري. هنا التوقيت الزمني لحظة الوصول 9:38 والتوقيت الزمني للمزعج. تانينا المبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين على انتزاع هذه البندقية. وتانينا لك يا ابو حمد عتيق بن قريح المري. بينما المركز الثاني لحظة الوصول 9:41 تانينا الحمد بن علي القريس المري على فوزي جزيل في المركز الثاني. بينما المركز الثالث وصل المسكت تانينا الحمد بن ضعيف بن حمد بن غدير الاكتبي على هذا الفوز. والتوقيت الزمني لحظة الوصول 9:46 تانينا للجميع والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم.